يحب يرمل في المرمى يمشي وتول تضحك تخسر تضحك تخسر من غير وليد النكت يلا واحد خاطب شمشي حقك واحد خاطب ليه 15 سنة كل عيد يهز في علوش خطيبته مرة كلمته قالت له كان العرس مازال مطول أبعث لي سارح وزوز كلاب للغنم واحد النهار الكل هو يتربج بمرته يا روحي يا حياتي يا قلبي يا عيني فرحت ما فيتش مازال فرحت عملت هكا هدات له حجة بعد ما روح من الحج ما عادش يقول في حتى كلمة قالت له وينو الكلام الحلو وينو يا قلبي يا روحي قال سامحني حجيت وبطلت الكذب قالك خمسة حاجات تخلي الراجل التونسي أسعد راجل في الدنيا الحاجة الأولى يلقى طفلة ضحكه الحاجة الثانية يلقى طفلة ديما معاه في كل شيء الحاجة الثالثة يلقى طفلة تحبه بالحق الحاجة الرابعة يلقى طفلة تتلهى بيه الحاجة الخامسة الأربعة بنات ما فيقوش ببعضهم فما واحد شدوا عساس الفير ما يسرق في العنب ربطوا في التراكتور وبدأ يكركر فيه والسارق يعيط حتى عرضهم واحد قالوا عليه حرام عليك راك تعذب فيه مسكين قالوا شديت ويسرق في العنب من غير ما يتردد الراجل جاوبوا قالوا احنا في الدين متاعنا اللي يسرق نقصوله يده انطق السارق وقالوا كركر يا معلم كركر ما تخوش عليه قالك امرأة كبيرة قاعدة تحت للكليماتيزور في قلب الصيف وتعمل ايه ان شاء الله عظيماته في الجنة اللي صنعه قالت لها مرت ولدها كافر اللي صنعه قالت لها تعدوا دخلي لهنتي الجنة عملت لنا مقرونة جارية في هالشيء اي امرأة تتفرجي ورجلها في فيلم رعب يو خي فجأة معناه ذر وحش في التلفزة عيطتك المرأة واو ماما واو يا ماما رجلها قالها بالحرام اللي عرفتها من الأولي واحد مهرب كميون طماطم شدوه الديوانة قالوا له تاكلها الكل ما كانش تخطيوك عاد الراجل يأكل ويقول نار عليك يا التهامي نار عليك يا التهامي قالوا له شكون التهامي هذا قال لهم صاحبي جاي ورايا بكميون فلفل قالك واحد سوكيرجي كل ما يمشي البار يقعد يشوف السيرفوز هي مش مزيانة برشا نهار جاتو قالت له علاش كل ليله ما طبطش عينيك عليا قال لها جات بك الميزان قلت لي تظهريني مزيانه الروح قال لك ذبانه وخنفوس راك دي في السبيطار هاي تلفتت الذبانه للخنفوس قالت لها خويا في توكس كيفي قال لا شلك اكسيدونتي يلا اخر جوله واحد تونسي مشى للجرون سيرفاس كما نقولوا نحن فهمتني قالوا له في يدك دقيقتين تنجم تهز فيهم اللي تحب يا اخي هذا الطفل اللي تخدم على الكاسه الله لا 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 الشيخ قالها يا بنتي هل تقبلين به زوجا لك في السراء والضراء وفي الغنى والبحبوحه والفقر والسعاده والتعاسه طفله جاوبت نعم لا نعم نعم لا نعم لا يلا صوفيا نختمه معك قالك يا سيدي واحد يتكلم مع مرته حاضر يا عمري به حياتي اوكي يا روحي حاضر يا قلبي دار له خوه قال له كسبه تحكي معاه هكا قال له اسكت برا ناس يسمع عندي جمعتين نكته وليد كادو اللي من عندك قالك عزوزه دخلت للفارماسي باش تشري دواء لركيبها لقيت فارماسيان بوغوس قالت تفضل يا قمر باش نجم نعاونك رمت العكاز وقالت له اعطيني كاكاو شكرا 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 الى فؤاد مبارك قدم الاخبار محمد امين خنوشي قدم سبورنا نرجع لكم في الساعه الثانيه صباح الخير تونس